طبعا يعني اتمنى ان رسالتي دي توصل لعيبه النادي الاهلي، واعتقد ان هي وصلهم، وخاصه انا شايف يعني بعد اجتماع كابتن خطيب معاهم حاسس تحس بنبره ثانيه. اولا النبره فيها الحافز القوي جدا اللي هم حسوا بيه في جماهير النادي الاهلي، وكلام الكابتن محمود الخطيب ليهم والمعنويات اللي المفروض تبقى مرتفعه جدا، هم بعد ما جم اعتقد ان هو وضع طبيعي ان الواحد يحصل له حاله يعني احباط شويه، او يعني النتيجه غير طبيعيه طبعا. انا مش عايز ارجع لها، كان يوم سيء جدا طبعا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، بس رساله تحفيزيه ليهم، النادي الاهلي يقدر، النادي الاهلي لا يعرف المستحيل. هي مهمه صعبه طبعا، مهمه صعبه جدا، لان احنا بنلعب فرقه كويسه وفرقه منظمه فرقه محترمه، ولكن النادي الاهلي سلاحه المهم جدا وسلاحه الكبير جماهير النادي الاهلي. الموضوع صعب شويه، النتيجه تقيله جدا، ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي، ولكن لعيبه النادي الاهلي قادرين ان هم يشيلوا نفسهم من الموقف اللي هم حطوا جماهير النادي الاهلي فيه وحطوا نفسهم فيه، ولكن النادي الاهلي قادر على يعني ان هو يقدر يعود المباراه بشكل كويس جدا. لو يعني احنا عايزين 11 راجل في الملعب ان شاء الله بمشيئه الرحمن، يعملوا اللي عليهم ويركزوا، يبقى في اتزان في النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه بشكل كويس، لازم نكثف الهجوم بتاعنا شويه، ويبقى بنفس الوقت برده في اتزان في النواحي الدفاعيه بحيث ان احنا ما يجيش فينا حاجه. ان شاء الله بمشيئه الرحمن انا واثق ان اللعيبه هتعمل مباراه كويسه، ان النادي الاهلي ما يتغلبش ماتشين ورا بعض، هنكسب وهنكسب بنتيجه كويسه. حتى يا فاروق يعني احنا بنعمل اللي علينا، المفروض ان هم يادوا دورهم بشكل جيد جدا ويعملوا اللي عليهم، والنتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. كان في عدم توفيق، نتمنى ان شاء الله بقى المباراه الجايه من اول ماتش عندنا توفيق وتبقى اللعيبه في الفرن، ويمكن التجربه يمكن في باريس سان جيرمان وبرشلونه حصل نفس الموضوع، لكن انا يعني متوقع باذن الله يبقى ان شاء الله يبقى في عوده كويسه ونفرح جماهير النادي الاهلي والامور تبقى احسن باذن الله ونصعد باذن الله. محدش يتوقع طبعا، فماتش وانتهى، اهم حاجه الروح، الماتش ده عايز روح مش عايز كوره، يعني عايز روح بصرف النظر عن النتيجه، بصرف النظر عن اي نتيجه، فالمهم الاداء يرجع، الروح ترجع، ثقه الناس ترجع. الماتش ده برضو هيفرق معانا كتير في مسيره الدوري، فلازم ان شاء الله ان شاء الله فوز باي شكل، يبقى برج العرب دوت ما يعني اللي جاي، لا خلاص نخليهم يندموا ان هم جم، نخليهم يعرفوا ان الماتش اللي فات دوت لا كانت له ظروف معينه، والظروف دي عمرها ما هتتكرر باي حال من الاحوال. احنا تعودنا من اللعيبه بتاعتنا والنادي عموما، النادي احنا نادي بطولات، النادي عريق، نادي كبير، ما فيش حاجه اسمها مستحيل في كره القدم. زي ما كان مش يومنا في الماتش اللي فات، ممكن الماتش دوت كمان مع الفرقه تيجي مش يومها نقدر نعوض بنتيجه اعلى من كده واجمد. ضبط النفس، ما فيش استعجال، نبدا بهدوء، ما نفكرش ان احنا نجيب اكتر من 5 اجوان قد ما بنفكر ان احنا نجيب الجون الاولاني في الاول، يعني نجيب الجون الاولاني وان شاء الله العمليه تبقى كويسه وتفتح معانا مع الروح العزيمه، روح الفانيلا الحمراء، روح النادي الاهلي، الحاجات دي بتفرق جدا معانا، وبالذات ان احنا بنلعب في ملعبنا وسط جمهورنا، فان شاء الله قادرين ان احنا نعوض باذن الله. متربيين في النادي الاهلي على الاصرار والعزيمه والقتال لاخر ثانيه ولاخر، النادي الاهلي دايما معظم بطولاته بيجيبها في الدقيقه 90. ان انت تخسر 5-0 دي مش نهايه العالم، ودايما ان شاء الله يعني النادي الاهلي معودنا ان شاء الله ان هو قادر يعمل معجزات خلاص، وان شاء الله انا اتوقع باذن الله مباراه السبت دي هيبقى فيها معجزه قريبه باذن الله. مفيش حاجه اسمها مستحيل، اللي حصل المباراه اللي حصلت يعني ظرف بيحصل كل مش عايزين نقول مثلا 100 سنه في الكوره مره، يعني صعب جدا ان النادي الاهلي يحصل الموقف اللي كان فيه. بنتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله، والموضوع مش مفيش في الكوره مستحيل، يعني في الكوره علمتنا حاجات كتيره جدا بالعزيمه بتاعت الرجال وبالروح بتاعت النادي الاهلي والاصرار والجدعانه، ان شاء الله بامر الله ان احنا قادرين ان شاء الله باذن الله نطلع على الاقل بشكل كويس. ومش عايز ابقى يعني متشائم ولا الكلام ده كله، ان النادي الاهلي برجالته بالجهاز الفني بالناس كلها قادرين ان شاء الله باذن الله ان هم يحققوا حاجه كويسه بامر الله ان شاء الله.